باركولي، مش انا ركبت الطياره وسافرت. عقبال عندكم جميعا يا رب كده نروح عند حضره النبي جماعه. جات لي دعوه من محطه NBC لبنان. قلت يا غاليه اقل الزاد يوصل البلاد، وخدت بعضي وركبت الطياره. بس بيني وبينكو كان قلبي بيرفرف لحد لما وصلت لبنان. ما يعني مهما اقول لكم عينكم ما تشوف الا النور. اكل ايه وحلاوه ايه وناس زي العسل ما شاء الله عليهم. مهما اقول مش هكفي الحلاوه اللي شفتها هناك. قالوا لي جايه ليه يا غاليه؟ قلت بقى انا جايه قلبي مفتوح، جايه ازور اهلي وناسي من اهل لبنان، وكمان اكبر عيلتي من ناسها الجمال. قالوا لي بقى جايه ليه يا غاليه؟ قلت لهم جايه ادعي لحبايبي. بجد كنت راحة عشان أدعي لحبايبي اللي في كرب واللي في مرض، ما هي دعوة المسافر مستجابة. كان قلبي مبسوط وأنا بدعي لكل حبايبي، كل حبايبي حتى حبايبي اللي على الصفحة، لأن بقى لبنان أهل الحب والعلم والجمال. قالوا لي جاية بقى ليه يا غالية؟ قلت جاية أوريهم الأكلة الشعبية الحلوة، الأكلة الشعبية الحلوة اللي هي السفير اللي بيتفتح له كل الأبواب. عارفين بقى هي فعلا اللي بيتفتح لها كل الأبواب. بس برضو الأكل اللبناني صحتين لا يعلى عليه، بسم الله ما شاء الله عليهم. على رأي المثل لما بيقول إن حضر العيش يبقى الكباب شبرقة. أنا كنت بقى مبسوطة، أنا رحت على لبنان وأنا جوايا الفرحة. كان نفسي أسعد ولو طفل واحد بس، يا رب يكون ده قدرت احققه. انا بشكر كل اهل لبنان اللي خدوني في اهلا وسهلا وفتحوا لي كل الابواب والحاجات الحلوه، وبشكر كمان محطه NBC والناس اللي فيها رحبوا بيا على الاخر. وكل اللي عاوز يكتب حاجه لاهل لبنان يكتبها لي على الصفحه وانا اوصلها لهم. واشوفكم على خير يا رب، ونتجمع كلنا على خير وسلام.